لا توجد خطوات إلزامية في هذا البيان الثلاثي لبريطانيا وفرنسا وألمانيا. وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا أصدروا بيانا مشتركا اليوم عبروا فيه عن قلقهم الكبير بسبب رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران إلى أكثر من 20%، وفق البيان الذي صدر، وفق التقرير الذي صدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية صباح هذا اليوم، بل أن نقاء تخصيب اليورانيوم وصل إلى 60%، في حين أن الحصول على قنبلة ذرية يتطلب الوصول إلى 90% من نقاء تخصيب اليورانيوم، أي أن إيران بهذه الأرقام اقتربت كثيرا من الحصول على القنبلة الذرية، وهو ما تراه أوروبا هدفا لإيران، وهو ما تنفيه إيران وتقول أن مشروعها للأغراض السلمية فقط. على أي حال، البيان عبر عن قلق الدول الثلاث وطالب إيران بالعودة العاجلة والسريعة إلى محادثات جنيف المتعطلة بناء على طلب إيران قبل أكثر من أسبوعين دون تحديد طهران لسقف زمني للعودة إلى هذه المحادثات. الدول الثلاث تقول إن على إيران أن تعود إلى المحادثات لحل المشكلة سريعا، لأن الوقت لا يخدم أي جهة كانت. لكن في الأمور الأقل حدة مثل الأزمة التي شهدها الخليج و بمحاولات القرصنة والاعتداء على سفن، في ذلك الوقت بريطانيا بعثت رسائل إلى طهران وقالت أنها لا تنوي التصعيد. بالتالي المؤشر الأقرب هو أن بريطانيا لا تنوي التصعيد مع إيران، ولن تخرج عن الموقف الأوروبي الداعي إلى عودة إيران إلى المحادثات السلمية لإيجاد حل لهذه الأزمة في أسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لك عمر بشير مراسل غد، كنت معنا من لندن على كل هذه المعلومات.